إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. صباح النور، صباح الخير عليكم جميعا. نتمنى أنكم تقضوا معنا أجمل اللحظات خلال صبيحة يوم الأحد. متابعينا الكرام، كيف كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، سماء مدينة تطوان تبدو صافية، ولكن الطقس بارد هنا جدا بمدينة تطوان، ولا ينقصنا سوى تساقط أمطار الخير إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله متابعينا الكرام، متابعي قناة شوب تبي قناة الشعب، أننا نشوف أمطار الخير وهي تتساقط بغزارة، مش في مدينة تطوان فقط ولكن في جميع ربوع المملكة. إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، صباح النور، صباح الخير عليكم جميعا، ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة. بالنسبة للجو هنا في مدينة تطوان، فالجو بارد جدا، يعني السميق هنا في مدينة تطوان، سماء الحمامة البيضاء يعني تبدو صافية. اليوم ما كاينش داك الضباب الكثيف اللي كينزل على المدينة كل الصباح، خصوصا على مستوى مرتفعات جبال غرغيز التي ننقل من خلال هذه الصور. فهذه الصور التي تأتيكم متابعينا الكرام هي خاصة بجبال غرغيز الشهيق، للإشراف على مستوى هذه الجبال وبالضبط بمنطقة الإذاعة. فمع كل صيف شتاء، فمع كل فصل شتاء متابعينا الكرام تطيح الثلوج. نتمنى إن شاء الله أننا هذا العام نشوف الثلوج وهي تتساقط، وكذلك شفت أبي غادي تضرب لكم موعد باش أنها تقوم بزيارة خاصة لهذه المناطق اللي كتشهد متابعينا الكرام تساقطات ديال الثلوج. إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، صباح النور، صباح الخير عليكم جميعا، ونتمنى أنكم تقضيوا معنا اللحظات اللي هي جميلة من خلال هذا المباشر، فأبقوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبة للأجواء الصباحية كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هي هذه أجواء اللي هي جميلة جدا متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، خصوصا هنا في مدينة تطوان يعني في الصباح الباكر، فمخا الجو بارد ولكن الجو جميل جدا متابعينا الكرام ومغري. الإشارة فساكنة مدينة تطوان فهي تعودت أنه مع كل نهاية أسبوع خصوصا يوم الأحد، الأغلبية ديال التطوانيين فهما كيبقوا بالمنازل ديالهم يعني كيرتاحوا شوية استعدادا لأسبوع مقبل، يعني كيديروا لا سيستا كيف كنقولوا حنايا باللهجة الشمالية ديالنا متابعينا الكرام. إذن كيف قلت متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، الجو بارد وسماء مدينة تطوان تبدو صافية، ما كينقصنا إلا تساقط أمطار الخير. نتمنى إن شاء الله أن نشوف أمطار الخير وهي تتساقط وبغزارة متابعينا الكرام. بالنسبة للأجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه الأجواء بمدينة تطوان، هذه المدينة الجميلة والهادئة جدا متابعينا الكرام. مدينة تطوان فالجمال ديالها متنوع متابعينا الكرام، بين سهول وهضاب وجبال وغابات ووديان وشواطئ. الله حبها بجمال خاص متابعينا الكرام، كيف لا، وهي الحمامة البيضاء أو بنت غرناطة أو تطوان أو تطاوين. والتي تشبه كثيرا يعني المدن التي توجد في جنوب إسبانيا أو المدن الأندلسية متابعينا الكرام. إذن هذه الأجواء الصباحية متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، صباح النور عليكم جميعا، صباح الخير عليكم جميعا، ونتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة للجميع. أم دعاء، صباح الخير، صباح الخير أختي دعاء، وعلى كل المتابعين ديالنا من مختلف المدن المغربية، وكذلك ما نساوش الجالية المغربية المقيمة بالخارج. أم دعاء توحشت مدينتي الحبيبة، فعلا مدينة تطوان لها ارتباط خاص، وكل أي واحد يعني تربى في هذه المدينة ومجرد أنه كيسافر
فهو يتوحش هذه المدينة، ومني كيرجع ليها عاد أنه متابعينا الكرام كيقول الحبيبة يا تطوان. هذه هي من بين مميزات المدينة الهادئة، وكيف قلنا أي واحد زار هذه المدينة وبات فيها وقضى أوقات فيها إلا وصبت عن ارتباط وثيق بها، فما بالك بالسكان ديالها اللي تربوا فيها وعاشوا الطفولة ديالهم فيها وعندهم ذكريات في كل الأطراف ديالها متابعينا الكرام، فهما غادي يتوحشوا هذه المدينة الجميلة والهادئة متابعينا الكرام. إذا كيف كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تابع قناة الشبع، هذه مدينة تطوان، وهكذا تبدو الحمامة البيضاء خلال فترة الصباح. إذا المتابعين الكرام، نتمنى أنكم تكونوا قضيتوا معنا أجمل اللحظات خلال هذه الفترة الصباحية، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.